مساء الخير. اليوم افطارنا مختلف تماما. اليوم افطارنا مع فئة غالية علينا. اليوم افطارنا مع ابنائنا الايتام. طبعا الافطار القائم عليه جمعية غراس للايتام وبرعاية جامعة يازان. ان شاء الله نقول لكم جزء من الافطار. خليكم معنا. ايش اسمك انت؟ انا عبد العزيز محمد داش. ونعم. وانت؟ هذا محمد داش. وانت؟ وانت؟ محمد داش. ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. يكون ان شاء الله بعد صلاة المغرب حفل الافطار وحفل توزيع الهدايا على الايتام. تابعونا. الله غراس ترحب بضيوفها الكرام. سعادة وكيل الجامعة. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. أن يجتمع هذا الجمع الطيب من أيتام منطقة جازان. أيتام اهتمام خاص في كونها جمعية تهتم بأبنائنا الأيتام وهم. إنه إذا ما اجتهد الأيتام إن شاء الله ركزوا في دراستهم هي الأساس وهي الهدف باستطاعتهم تغيير الحال. أوقف بينهم يا بطل. أدخل دينهم. سعدنا اليوم بحفل حضور حفل الافطار الخاص بالايتام في عن طريق جمعية غراس بمشاركة جامعة جازان. كانت فعالية ممتازة. الايتام سعد. هذه الليلة من اجمل ليالي غراس. لقاء جميل جدا مع مجموعة من ابناء غراس. اجتمعنا مع عدد من الايتام. حاولنا ان نقيم هذه المناسبة في هذا الشهر الكريم واحتفاء بهذه الفئة الغالية علينا جميعا، علينا وعليكم. أنا متأكد أيضا أنه إن شاء الله تعالى نحصل على دعمكم لرعاية هذه الفئة الغالية بحاجة لوقفتنا جميعا ودعمهم ومساعدتهم ليكونوا عناصر فاعلة إن شاء الله تعالى في مجتمعنا.
شكرا لجامعة جازان التي رعت هذا اللقاء، شكرا لمدير عام فرع الوزارة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وأيضا مدير مركز التنمية الاجتماعية جمال. أعزائي المتابعين، كنا معكم في ليلة من ليالي الجمال في حفل إفطار جمعية غراس للأيتام برعاية من جامعة جازان. بعد هذه السنة إن شاء الله راح أنشر لكم حسابات الجمعية، ما أبغى أقول لكم أدعموا، لأن هذا واجب علينا كأفراد مجتمع. نلقاكم إن شاء الله في تغطية أخرى في أمان الله.